حياكم الله مشاهدينا من جديد. تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظرا لأهمية الطاقة بالنسبة للبشر وللمشاريع والتنمية بشكل عام. لذا فقد أعلنت الهيئة أنها ستبدأ قريبا تشغيل تجريبي للحافلة الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية فقط من خلال إعادة شحن البطارية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معانا الأستاذ السيد عبد المحسن إبراهيم يونس رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر في هيئة الطرق والمواصلات. حياك الله أستاذ عبد المحسن. الله يحييك يا مرحبا. نحن سعيدين جدا أنك موجود معنا في برنامج الملتقى. بداية ريت لو تكلمنا عن المبادرة بشكل عام. في البداية نحب نشكركم على تحت الفرصة لنا حتى نشارككم في استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الاقتصاد الأخضر والطاقة بشكل عام. طبعا يعني نحن لو نظرنا إلى بعض الأرقام العالمية حتى نفهم فقط من وين انطلقت استراتيجية الطاقة والاقتصاد الأخضر، نرى بأن أكثر من 50% من سكان العالم يقطنون في المدن ويستهلكون أكثر من 75% من الموارد الطبيعية في العالم، والكثير منها موارد طبيعية غير متجددة، وأيضا ينتجون أكثر من 60-80% من الغازات الدفينة. كل هذه الأرقام يعني توضح لنا التحديات الكبيرة اللي تواجهها دول العالم والكرة الأرضية فيما يتعلق بالبيئة، بالمحافظة على البيئة والاقتصاد الأخضر وكفاءة استهلاك الطاقة. طبعا يعني هناك كثير من الممارسات اللي يقوم فيها البشر ساهمت بشكل أو بآخر إلى التأثير السلبي على البيئة وعلى الموارد الطبيعية في كوكب الأرض. طبعا هذا أدى إلى أن يعني تكون هناك تحديات تتشكل في الاحتباس الحراري على سبيل المثال، وتأثيره على النظام المناخي في كوكب الأرض. وأيضا بس لو نتكلم عن المبادرة، طبعا استراتيجية الهيئة بنت على هذه الاستراتيجية اللي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد الأخضر، المبادرة اللي أطلقها صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة، وجد الهيئة الطرق والمواصلات لكي توائم استراتيجيتها على هذا الأساس. ففي عام 2014 أطلقت هيئة الطرق والمواصلات 32 مبادرة في الاقتصاد الأخضر وثمان مبادرات في إدارة الطاقة. طبعا هذه المبادرات تغطي كافة العمليات التشغيلية والخدمات التي تقدمها الهيئة من نظام المترو والترام والحافلات الخضراء وأيضا السيارات الهجينة في إسطول تاكسي دبي. نتكلم عن طبعا تشغيل تجريبي لحافلات كهربائية التي تعمل بالطاقة. نعم. طبعا أيضا ضمن هذه المبادرات هيئة الطرق والمواصلات يعني قريبا إن شاء الله تدخل في عملية دراسة تقييم التشغيل التجريبي للحافلة الخضراء. هذه الحافلة المبنية على استخدام المحركات الكهربائية باستخدام الطاقة من خلال البطاريات اللي يتم إعادة شحنها لتشغيل المحركات. طبعا نحن في فترة تقييم هذه التجربة بنقوم بدراسة يعني كفاءة هذه البطاريات وأيضا كفاءة المحركات من حيث مدى يعني ملائمتها في استخدام ظروف الطقس السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا كيف ممكن يتم إعادة شحن هذه البطاريات من حيث المسافات اللي ممكن تقطعها هذه الحافلات، وأيضا الطاقة اللي ممكن تنتج هذه البطاريات في تشغيل المكيفات اللي هي ضرورية صراحة في هذه الحافلات وخاصة في فترات الصيف. نحب نتكلم أكثر حول هذا الموضوع، لكن مشاهدينا راح نطلع فاصل صغير وراجعين بعد، كونوا معنا.
الاثنين التاسعة مساء على سمد بي. تختارينا مصمم تضيفينا نقيم لأن ما ترتدينه يعكس ذوقك. أنا عليا الشمري، تابعوني في موضة الأربعاء التاسعة مساء على سمد بي. النجوم كما لم تشاهدهم من قبل، المرأة كما لم تعرفوها من قبل، الفن كما لم تتذوقوه من قبل، الدنيا كما لم تعيشوها من قبل. أرى، المجلة الأسرع نمواً في الإمارات. أرى، الحياة كما تعشقونها. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع السيد عبد المحسن إبراهيم يونس، طبعا رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر في هيئة الطرق والمواصلات. أستاذ عبد المحسن، نتكلم عن مترو دبي والتقنيات الذكية الموجودة في المترو. المترو دبي كمشروع يعني انبنت على تقنيات كلها يعني تقنيات حديثة ومتطورة. طبعا هناك عديد من التقنيات اللي استخدمناها، على سبيل المثال نظام توليد الطاقة من أنظمة الكبح عند توقف المترو، هذه يولد طاقة جديدة ويؤدي إلى تشغيل المترو، استغلال الطاقة في تشغيل المترو. استخدام المراكز أو التبريد المركزي في محطات المترو، وأيضا أنظمة لإدارة البيئة والأجهزة الإلكتروميكانيكية في محطات المترو، على سبيل المثال المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها من الأنظمة الكثيرة اللي تساهم في تخفيض أو تخفيض استهلاك الطاقة. سيد عبد المحسن، في 2008 دشنتوا المركبات الهجينة، طبعا كانت تجربة، هي تجربة أولية، ما هي النتائج التي توصلتم إليها من خلال هذه التجربة؟ نحن بدأنا في تجربة تشغيل السيارات الهجينة في اسطول تاكسي دبي بعدد 10 سيارات كانت في البداية، وبالفعل قمنا بتقييم هذه التجربة خلال السنوات الماضية من خلال كفاءة تشغيل هذه النوعية المبنية على استخدام الوقود واستخدام أيضا الكهرباء من البطاريات. خلال هذه السنوات هذه بعد ما تم تقييم هذه التجربة، هيئة الطرق والمواصلات قامت بتوسيع هذه التجربة. الآن عندنا فوق 20 سيارة هجينة في أسطول تاكسي دبي، ويتم أيضا تجربتها، لأن استخدمنا أيضا سيارات من نوعيات جديدة حتى نقيم التجربة ونجاحها في ظل ظروف الطقس اللي عندنا في دولة الإمارات، من خلال بنحط خطط مستقبلية إن شاء الله في التوسع من استخدام هذه النوعية من المركبات إن شاء الله في أسطول. طبعا نحن شاكرين لك هذا اللقاء، بس كلمة أخيرة توجهها طبعا للجمهور اللي يتابعنا الآن على الشاشة. نعم، في الحقيقة أن هي الطرق المواصلات يعني تدعم استراتيجية الاقتصاد الأخضر دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن في المرحلة القادمة إن شاء الله راح يكون التركيز على الإبداع والابتكار، وأيضا المبنية راح تكون مبادراتنا على التجارب العلمية والبحث العلمي لابتكار مبادرات جديدة تؤدي إلى تميز هيئة الطرق والمواصلات في بنيتها التحتية، في بناء البنية التحتية المتعلقة بالنقل والمواصلات في المستقبل إن شاء الله. نحن شاكرين لك طبعا هذا اللقاء. في نهاية هذا اللقاء نشكر السيد عبد المحسن إبراهيم يونس، رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر في هيئة الطرق والمواصلات، على طبعا تلبية دعوتنا، ونتمنى لكم أكيد كل التوفيق. مشاهدينا الأعزاء.